اولا انا نسميه ناجح قبل ما يخرج، علاش؟ بارابور اموا زعما على بالك الفنان كيفاش يولي فنان كبير. الفنان يولي فنان كبير كي يحتك بالكبار. الكبار كان انا قاعد مع الاستاذ، الاستاذ تريح معاه برك احتكاك به يخلي يخليك يخلي يعطيك كونفونس في المستقبل، تولي تولي فنان برسك متكامل لانك تريح معاه تتعلم. حنا انا ماشي غير يشرفني برك اني خدمت مع بيونو، انا ميم غدوه كي نكبر نفهم باللي خدمت مع بيونو هذا شرف كبير ليا. ثانيا الاحتكاك هو اللي خلق التكوين. انت تكون في مدرسه كاين من بزاف اللي فنانين مكونين في مدارس، ولكن ناقص تشوفو، ناقص تشوفو العبره بلو تيران. بصح كي تكون اوبن مايند زعما تلاقيت مع فنانين كبار احتكيت بهم يولي عندك رصيد ثقافي كبير، تولي تحس روحك عندك ثقه في النفس لانك قدر لك ربي وخدمت مع ناس كبار كيما بيونا. دونك انا نشوفو مدرسه يعني. انا القعده تاعي مع بيونا كي نقعد نسكت نسمعها واش راهي تهضر، نسمع واش راهي تقول، كي سورتو كي تبدا تحكي على وين خدمت، كيفاش خدمت، باركور تاعها وين كان. عباك هي بارمي لي سول، هي الشكيت الوحيده هي والفنان الجزائري يروح لي اسمه، كان هي اللي خدموا في لوبيرا كوميك في باري. لوبيرا كوميك في باري باش تخدم انت في لوبيرا كوميك 1900 ربما تقصد فلاق؟ فلاق وي فلاق. دونك لازم تكون قامه من قامات الكوميديا، فهمني. ان شاء الله بيونا في الحقيقه تحتكم للموهبه يعني. وي شيء ما عندوش ان باز سيونتيفيك يعني. ما عندهاش هي هذاك التكوين العلمي الاكاديمي، ولكن عندها الموهبه الربانيه لمجرد ما تقول تضحك. تشوفك المظهر تاعها، تشوفك بنظره بعينيها، الحركه ديرها تخليك تموت بالضحك. الكوميديا لا تدرس لو ما تكونش عندك الموهبه. انت باش تضحك انسان لو كان ما تكونش انت متمتع بوش راك دير وحاس باللي هذه الموهبه تاعك، هذا هو الميساج اللي خلقك على جلو الرب سبحانه عز وجل، فهمني.